فإنه أوصانا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصحابة وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى مهما كلف صاحبه نفسه فيه، فإنه ما دام أنه ليس من سنة رسول الله فإنه مردود عليه لا يقبله الله وهو فيه آثم غير مأجور. أيها الإخوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وما توفاه الله إلا بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم، ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، ما عاش بعدها إلا شهرين وأياما ثم توفي صلى الله عليه وسلم. ترك أمته على السنة الواضحة والملة النقية في عقيدتها وفي عملها وفي تعاملها، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه لأمته، وما ترك شيئا يبعد عن الله إلا بينه لأمته عليه الصلاة والسلام. فإن كان من تقصير أو ضياع فإنه منا ومن تفريطنا.